بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس التاسع. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله قد افترى إثما عظيما. الله جل وعلا غفور رحيم، والمغفرة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولكنه لا يغفر إلا لمن فعل أسباب المغفرة من التوبة وغيرها والأعمال الصالحة. هذه المغفرة الواسعة لا يدخل فيها المشرك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى،
إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به أي نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم كما قال سبحانه إن الشرك ظلم عظيم، ولأن الشرك هو أعظم الذنوب وأعظم ما نهى الله عنه، فمغفرة الله تجاه الذنوب، الذنوب تختلف، أعظمها الشرك، ثم بعد الشرك الكبائر من الذنوب، ثم بعد الكبائر الصغائر من الذنوب. فإذا تاب العبد من جميع هذه الأنواع من الشرك من الكبائر من الصغائر، إذا تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة تجب ما قبلها، إذا استوفت شروطها وكانت توبة صادقة فإنها لا يبقى معها ذنب. الله جل وعلا واسع المغفرة، فالتوبة لا يبقى معها ذنب من الذنوب. ولكن من لم يتب، من لم يتب وبقي على ذنبه، فإن كان هذا الذنب من الشرك فإن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك إذا مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن ما هو الشرك؟ يجب أن نعرف ما هو الشرك الذي هذه خطورته. الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة، كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر غير ذلك. فكل من صرف شيء نوعا من أنواع العبادة لغير الله، سواء كان صنما أو كان شجرا أو خجرا أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء والصالحين، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك والعياذ بالله. لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد ولا أن يعبد معه أحد، لأن العبادة حق لله لا يشاركه فيها أحد، هذا هو الشرك. أما من يقول الشرك عبادة الأصنام فقط فهذا إما أنه جاهل ولا عبرة بقوله،
وإما أنه مضلل للناس. الشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا المعبود من ملك أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو صنم، هذا هو المشرك. وأما من عبد الله وحده فهذا هو الموحد، والشرك ضد التوحيد، لا يغفر أن يشرك به. أما الكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة، شرب الخمر، قتل النفس بغير حق، فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرها لصاحبها، وإن شاء عذبه بها، لكنه لا يخلد في النار بل يخرج من النار ويدخل بالجنة. هذا كما ثبت في الأدلة، وهذه الآية تدل على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله غفر له هذه الكبائر ولم يعذبه، وإن شاء الله عذبه بقدرها، ولكنه لا يخلد بالنار كما يخلد المشرك، بل يعذبه الله بالنار ويبقى فيها إلى مدة طويلة أو قصيرة، ثم يخرج منها بسبب الإيمان الذي في قلبه، سبب التوحيد الذي في قلبه وفي عمله، فيخرج من النار ويدخل الجنة ويخلد في الجنة. هذا من الكبائر التي دون الشرك. أما الصغائر فإن الله جل وعلا يغفرها بالتوبة، يغفرها بإقام الصلوات الخمس، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وتغفر الصغائر أيضا بدعاء إخوانه له، إذا استغفر له إخوانه المسلمون، هذه شفاعة من إخوانه له، الله يستجيب دعاءهم له ويغفر له. تغفر الصغائر أيضا بالمصائب التي تصيب الإنسان، يغفر الله بها خطاياه ويطهره بها، ما يصيب كما في الحديث: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها
إلا كفر الله بها من سيئاته. المصائب أيضا يكفر الله بها الصغائر من الذنوب. ولكن الخطأ في الشرك فيجب على المسلم أن يحذر من الشرك، ولا يمكن أن يحذر من الشرك إلا إذا عرف ما هو الشرك، إذا عرف ما هو الشرك وما هي أنواعه فإنه يتجنب. أما ما دام يجهل الشرك ولا يعرفه فإنه قد يقع فيه وهو لا يدري. من ثم يجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعلم التوحيد، ويتعلم ما هو الشرك حتى يتجنب، ولا يبقى جاهلا يقلد الناس على ما هم عليه أخطأوا أو أصاروا. هكذا واجب المسلم. ثم قال جل وعلا: ومن يشرك بالله، أي إنسان يشرك بالله، حتى الأنبياء لو أشركوا وحاشاهم، لكن لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين على فطر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك خطر عظيم. ومن يشرك بالله، من هذه عامة تعم كل مشرك، ولو كان يدعي الإيمان ويدعي الإسلام، فإنه إذا أشرك لا إيمان له ولا عقيدة له. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كذب على الله. من أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن الله جل وعلا لم يأمر بالشرك، إنما أمر بالتوحيد. فالذي يشرك بالله ويقول هذا جائز وهذا لا بأس به، هذا افترى على الله، كذب على الله. من أظلم ممن افترى على الله كذبا، فقد افترى إثما عظيما، افترى كذبا وزورا على الله جل وعلا. والشرك كله افتراء، لأنه لا دليل عليه أبدا إلا شبهات باطلة. الشرك ليس عليه دليل أبدا، إنما هي شبهات تخيلات وقصص وحكايات وما أشبه ذلك. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، البرهان على التوحيد، وأما الشرك فليس عليه برهان أبدا. والله تحدى المشركين: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما لهم برهان، ليس لهم حجة يدلون بها إلا التقليد الأعمى أو الشبهات الباطلة أو غير ذلك. قد افترى إثما عظيما، فيكون عليهم إثم لا يعلم مقداره إلا الله، إثم عظيم. فالشرك هو أعظم الذنوب وإثمه أشد الآثام، إثمها شد الآثام. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم
يعني اليهود، اليهود ما زالت الآيات في اليهود. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، يهود والنصارى يزكون أنفسهم، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لمن كان هودا أو نصارى، فيزكون أنفسهم وأنهم هم أهل الجنة. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، حصروا الهداية في اليهودية والنصرانية، حصروا الجنة لليهود والنصارى، ومن عداهم ليس له نصيب في الجنة والعياذ بالله. يزكون أنفسهم، وهذا ما موروث، موروث عند اليهود والنصارى أنهم يزكون أنفسهم وأنهم يخطئون غيرهم ويجرحون غيرهم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوه وعادوه، يزكون أنفسهم. الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالعبد لا يزكي نفسه، بل يعتبر نفسه مقصرا ومخطئا ويتوب إلى الله ويستغفر دائما وابدا، ولا يدعي أنه كامل الإيمان، أنه مستقيم على الدين، أنه لا يخطي، أنه من أهل الجنة قطعا. لا تزكوا أنفسكم ألم ترى إلى الذين، الاستنكار من الله جل وعلا، استنكار تعجب، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله هو الذي يزكي العبد، بمعنى أنه يطهره من الذنوب والمعاصي ويمن عليه بالإيمان. أما العبد فإنه لا يملك لنفسه هداية، ولا يملك لنفسه سعادة، ولا يملك لنفسه إلا ما أعطاه الله ومنه. فلا يحكم الإنسان لنفسه، ما يحكم لنفسه أنه من أهل الجنة وأنه لا يدخل النار، وأنه هذه صفة اليهود والنصارى، نسأل الله العافية. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، لا يظلمهم الله شيئا من أعمالهم، ما هو بحاجة إنهم يزكون أنفسهم، ما هو بحاجة، الله لا يظلمهم. عليك أن تعمل وأن تفوض الأمر إلى الله جل وعلا، ولا تعتد بأعمالك على الله جل وعلا وتمن بأعمالك على الله، بل الله يزكي من يشاء، من يشاء تزكيته زكاه، ومن شاء إضلاله وخذلانه خذله. الأمر راجع إلى الله، ليس إليك أن تزكي نفسك، تزكيها من الله جل وعلا. ولهذا في الحديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. أما التزكية المثبتة قد أفلح من زكاها، خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، المراد تزكيتها بالطاعة، يزكي نفسه بالطاعة والانقياد لله عز وجل، ولا يزكيها بالدعوة على الله أو باعتقاد الكمال
أو كما تقول اليهود والنصارى، ولا يظلمون فتيلا، ما حاجة أنك تزكي نفسك، الله لا يضيع لك عملا ولو كان قليلا. ولا يظلمون، لا يظلمون في أعمالهم الصالحة فتيلة، والفتيل هو الخيط الذي في النواة، نواة التمر فيها خيط، هذا الفتيل أقل شيء، أقل شيء. فلو أملك حسنة، لو أملك حسنة تعادل الفتيل، الله لا يظلمك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا هو الفتيل. وفي الآية الأخرى ولا يظلمون نقيرا، النقير هو النقرة التي في قفا النواة أيضا، الله لا يظلم شيئا أبدا، نزه نفسه عن الظلم. في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا يظلمون فتيلا، أقل شيء من حسناتهم. ولا يحتاج أن تزكي نفسك، تدعي لنفسك، الله هو الذي يعلم بأعمالك، والله هو الذي يحفظ لك أعمالك ولا يضيعها أبدا، بل الحسنة يضاعفها أضعافا كثيرة من فضله وإحسانه. فعليك العمل والإخلاص لله عز وجل، وعلى الله جل وعلا القبول والجزاء. تكل هذا إلى الله عز وجل. ثم قال انظر أيها الرسول، انظر كيف يفترون على الله الكذب، يزكون أنفسهم، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذا كذب، كذب على الله. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، كفى بالكذب على الله إثما مبينا، أي بينا واضحا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان. اليهود والنصارى مع أنهما الكتاب أوتوا نصيبا من الكتاب، وكان الواجب عليهم أن يكفروا بالجبت ويكفروا بالطاغوت، لكن على العكس يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يفضلون الكفار على المسلمين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود، فيها اليهود تضايقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا القضاء عليه وعلى دعوته، كحالتهم مع الأنبياء السابقين، كم قتلوا من الأنبياء، كم كذبوا من الأنبياء، فهم يريدون أن يمارسوا عملهم الباطل مع محمد صلى الله عليه وسلم على طبيعتهم وسجلتهم.
ماذا عملوا؟ ذهبوا إلى مكة، إلى المشركين في مكة، ذهبوا إلى المشركين في مكة. ذهب خلي بن أخطب وكعب بن الأشرف من رؤساء اليهود، ذهبوا وفدا إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يستنجدونهم على الرسول ويقولون نحن نساعدكم إذا جئتم لقتال محمد فنحن معكم. فالمشركون أراد الله أن يقيم الحجة على ألسنتهم، قالوا أنتم أهل الكتاب. قال المشركون لليهود أنتم أهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب تعرفون، ونحن أميون ليس لنا كتاب ولا علم، فنحن نسألكم أينا خير، نحن أو محمد؟ أحرجوهم والعياذ بالله، أحرجوهم، أينا خير، نحن أو محمد؟ كما تجدون هذا في الكتاب الذي عندكم. قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا نحن نطعم الطعام ونذبح الإبل الكوم ونقري الضيوف ونسقي الحديد، وأما محمد فهو صنبور لا مال له ولا ولد، سفه آلهتنا وعاب ديننا. فلما ذكروا هذا قال اليهود أنتم خير من محمد، وهم يعلمون أن محمد الخير البرية عليه الصلاة والسلام، لكن حملتهم العداوة والبغضة والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكتموا الحق ويشهدوا شهادة الزور والعياذ بالله. يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، من محمد وأصحابه، الذين كفروا أهدى من محمد وأصحابه، هؤلاء يعني الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شوفوا الهوى كيف أن الإنسان يخرج عن دينه ويكتم العلم ويكذب على الله بسبب الهوى والعياذ بالله. وهذه صفة اليهود والنصارى، وهي أيضا صفة كل من تشبه بهم من علماء الضلال. ثم قال جل وعلا أولئك، يعني اليهود والنصارى، أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله بسبب هذه المقالة، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. شوف كيف عكس الأمر عليهم، هم راحوا يستنصرون بالمشركين، الله قال لن يجدوا نصيرا من أهل الأرض مهما حاولوا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ينصره، فخاب عملهم والعياذ بالله، ورجعوا
ملعونين خائنين، نسأل الله العافية. الذي حملهم على هذا، على هذا وش اللي حملهم على معاداة الرسول وعلى معاداة الإسلام؟ وهم يعرفون أنه حق وأنه دين الله. ما الذي حملهم؟ الحسد، حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تخرج عنهم. الله جعل خاتم النبوة، جعلها في ذرية إسماعيل عليه السلام، نقلها من ذرية إسحاق، من ذرية إسرائيل، نقلها من ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل عليه السلام، إسماعيل وإبراهيم. والله جل وعلا يفعل ما يشاء، يؤتي فضله من يشاء ولا أحد يحجر عليه، وهو أعلم سبحانه، أعلم حيث يجعل رسالته، لا أحد يحجر على الله. كانت النبوة في بني إسرائيل، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكان الحكم في بني إسرائيل إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فغاروا عند ذلك واشتد كفرهم وحسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ولا أحد يحجر على الله أو يمنع الله من أن يتفضل على من يشاء منه. كلهم عباد الله جل وعلا، وكلهم أولاد الأنبياء. هؤلاء أولاد يعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولد إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق ذرية إبراهيم عليه السلام، ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما الذي يرجح كفة اليهود على المسلمين حتى يقول هذه المقالة؟ الفضل يد الله يؤتيه من يشاء، وهو أعلم سبحانه بمواقع فضله وإحسانه. ما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لعلمه أنه يصلح لذلك، أنه يقوم بذلك خير قيام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والقرآن والخير الكثير لهذه الأمة؟ حسدوه. فالحسد صفة يهودية لا تزال في اليهود، يحسدون الناس دائما وأبدا على ما آتاهم الله من فضله. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والنبوة. فبعد إبراهيم كل الأنبياء الذين جاءوا من ذريته عليه الصلاة والسلام، بعضهم من ذرية إسحاق وبعضهم من ذرية إسماعيل، فلم تخرج النبوة عن ذرية إبراهيم عليه السلام. قد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب يعني الكتب المنزلة من السماء، التوراة والإنجيل والقرآن، والحكمة وهي الفقه، الحكمة وهي الفقه. وآتيناهم ملكا عظيما، ومع هذا جحدوا نعمة الله وحسدوا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. آتينا آل إبراهيم، يعني ذرية إبراهيم، الكتاب والحكم،
وآتيناهم ملكا عظيما. فالملك في قبيلة والنبوة في قبيلة في بني إسرائيل. وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. كان الواجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل، والواجب عليهم أن لا يحسدوا الناس ويحجروا على الله عز وجل. فمنهم من آمن به من أهل الكتاب، من آمن منهم صالحون منهم مؤمنون، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله عناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هؤلاء آمنوا بجميع الأنبياء، ولكن الكثرة من اليهود والنصارى لم يؤمنوا إلا ببعض الأنبياء وكفروا بالبعض. فهم آمنوا ببعض الأنبياء كفروا ببعض. فاليهود كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعض، لا بد من الإيمان بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. هذه سنة المؤمنين. فمنهم من آمن به وهم القلة من اليهود والنصارى، ومنهم من صد عنه أي كفر وأعرض وهم الكثرة من اليهود والنصارى. وكفى بجهنم، هذا وعيد من الله عز وجل، كفى بجهنم سعيرا، نار مستعرة محرقة لمن كانت هذه صفته، يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر بالبعض تبعا لهواه. الواجب أن الإنسان يتبع الحق مع من كان، اتبع الحق مع من كان، لا تنظر إلى من جاءك بالحق، انظر إلى الحق نفسه. اليهود على العكس والنصارى يريدون أن يحجروا الخير والفضل فيهم، وأن الله لا يتفضل على عباده الآخرين. ثم بين جزاءهم، إن الذين كفروا بآياتنا يعني بالقرآن سوف نصليهم نارا، نصليهم الصلي، الصلي والعياذ بالله، الصلي هو الحرارة الشديدة، والحرارة الشديدة سوف نصليه، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وهذا حالهم دائما وابدا، تحترق جلودهم من شدة العذاب، ثم يبدلهم الله جلودا غيرها ليدوم العذاب عليهم في نار جهنم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لأي شيء ليذوق العذاب، ليذوق العذاب. ليه خص الجلود؟ لأن الجلود هي موضع الحساسة، موضع الألم. الله جل وعلا يوضع العذاب على جلودهم وينفذ إلى قلوبهم وإلى أجوافهم والعياذ بالله.
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. عزيزا يعني قويا لا يغالبه أحد من العزة وهي القوة. ولا يمكن لليهود أن يتغلبوا على الله عز وجل ولا أن يتخلصوا من عذاب الله عز وجل. حكيما يضع الأمور في مواضعها، يضع العذاب في من يستحقه ويضع الإكرام في من يستحقه. فالله لا يعذب إلا لحكمة ولا ينعم إلا لحكمة. ثم بين الطرف الثاني، والذين آمنوا بالله واليوم الآخر، والذين آمنوا بالله واليوم الآخر من غير من أي جنس، من أي جنس، من اليهود والنصارى ومن العرب ومن كل من آمن بالله واليوم الآخر سندخلهم جنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم سندخلهم جنات. شوف الفرق بين النيران والسعير وبين الجنة التي هي الخضرة والبساتين والمياه والأنهار والظل والراحة. شوف الفرق بين هذا والسبب ما هو؟ السبب هو الإيمان بالله عز وجل أو الكفر بالله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هي جنات بهيجة منظرها وتحتها أنهار تجري، ليتكامل بذلك سرورهم ونعيمهم. لهم فيها هذه زيادة، أيضا زيادة نعيم، لهم فيها أزواج، لهم فيها أزواج من الحور العين ومن المؤمنات، لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس والمخاط وغير ذلك ومن الأخلاق الرديئة، بل هم مطهرات في خلقهن وفي أخلاقهن لأجل تقربها أعينهم. فالله جل وعلا يرزقهم كمال النعيم، لهم فيها أزواج مطهرة. وندخلهم ظلا ظليلا، ظلا باردا يظلهم من الحر دائم لا ينقطع، بخلاف أولئك الكفار فهم في السعير والعياذ بالله. كفى بجهنم سعيرا، لا ظل لهم ولا راحة لهم ولا قرار لهم إلا بالعذاب. والسبب واضح، هو الإيمان والكفر، هو الإيمان والكفر. الذين كفروا، الذين آمنوا، عرفنا جزاء الذين كفروا جزاء الذين آمنوا، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم، أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية، المعافاة الدائمة دين والدنيا والآخرة، وأن يطهر قلوبنا من الحسد ومن الرياء، وأعمالنا من الشرك. ونسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
أما أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: متى يخرج الداعية من دائرة أهل السنة والجماعة؟ إذا كان يدعو إلى الضلال، إذا كان يدعو إلى الضلال، يدعو إلى الشرك، يدعو إلى البدع، يدعو إلى الشر والفتن، يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة ويصير من دعاة الضلال، لأن الدعاة على قسمين: دعاة الحق ودعاة الضلال. نعم. تقول: زوجتي لا تغتسل من الجنابة في الليل، وتقول بأنها تمرض إذا اغتسلت، لذلك تكتفي بالوضوء وفي النهار تغتسل، ماذا يلزمها والحالة هذه؟ يلزمها أنها لم تتطهر من الجنابة ولا من الحيض والحدث الأكبر، فلا تصح صلواتها كلها، فعليها أن تتوب إلى الله وأن تغتسل من الحدث الأكبر والأصغر وتؤدي الصلاة على طهارة. نعم. يقول: إذا كان في بلدنا ليس لدينا علماء نرجع إليهم في المسائل الاجتهادية والفتاوى الشرعية، فماذا نفعل؟ ما أظن أن بلاد في الأرض ما فيها من أهل العلم والخير، ولو قلوا قد يكون قليل واحد، لكن ما أظن بلاد تخلو نهائيا ليس فيها من أهل العلم أحد. هذا من ناحية. الناحية الثانية: لو فرضنا أن بلدا ليس فيه أحد من أهل العلم، فالاتصال اليوم ميسر، اتصال ميسر بالهاتف، بالجوال، بالمراسلة، فاتصل بأهل العلم. نعم. رجل بدأ الطواف من عند مقام إبراهيم وطاف سبعا ثم سعى وحلق، هل عليه شيء؟ ما صح طوافه، ناقص طوافه، ناقص. بداية الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر إلى الحجر، هذا الشوط، فإن نقص بعض الشوط فإنه لا يتم حتى يأتي بشوط كامل بدل ناقص، فعليه أن يكمل طوافه. وحلقه ما هو صحيح، يكمل طوافه ثم يعيد ملابس الإحرام إن كان خلعها، يعيدها، يكمل طوافه ثم يحلق أو يقصر، وبذلك تتم عمرته. نعم، يعيد السعي، لأن السعي ما يصح إلا بعد الطواف. نعم. يقول: زوجتي وضعت مولودا ولم يخرج الدم، هل تصلي في هذه الأيام أو تنتظر مدة النفاس؟ لا لا، ما عليها نفاس، هذه اللي ما خرج منها دم ليست نفاسة، فتبادر الصلاة، لا تترك الصلاة. نعم. ما حكم من يضع الأدعية والقرآن نغمة للجوال؟ نعم، وضع الأدعية والقرآن كنغمة للجوال، تنبيه. الأدعية والقرآن هذه تعمل للطاعة والتقرب إلى الله بعملها وفعلها، ولا تعمل لقضاء الحاجة، التنبيه على المكالمة، ما تنتهى من الآيات والأدعية وتجعل لغير طاعة الله عز وجل. نعم. وبإمكانك تجعل منبها غير الآيات وغير الأدعية. نعم. وهل نزول الماء من المرأة بعد النفاس يمنع الصلاة إذا لم يكن هناك دم؟ إذا خرج قدرة، الماء الذي ليس فيه قدرة لا عبرة به، لكن إذا خرج معه قدرة أو صفرة فهو نفاس. نعم. هل الشعر الكثيف على الحاجبين يجوز قصه؟ لا يجوز إلا إذا تأذى به، إذا خرج عن العادة، إذا خرج عن العادة وتأذى به وأصبح مشوها فيجوز أن يزيل الأذى، أن يزيل الأذى الذي يمسه من الحاجة الكثير. نعم. ما حكم التصوير المتحرك بالفيديو والثابت والذي انتشر كثيرا خاصة في الحرم؟
التصوير ولو انتشر لا يجوز. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فلا يجوز التصوير في أي مكان، وفي الحرم أشد، لأن المعصية في الحرم أشد إثما من المعصية في غير الحرم. التصوير لا يجوز إلا للضرورة، إذا دعت الضرورة إلى التصوير يجوز بقدر الضرورة، مثل بطاقة الشخصية أو جواز السفر أو الذي لا تحصل على مصالحك إلا به فهذا ضرورة، إلا ما قلنتم إليه. نعم. أما التصوير للهواية، تصوير للذكريات، هذا لا يجوز قطعا. نعم. يقول إن الله جميل يحب الجمال، هل هذا حديث؟ نعم حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكذب؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق يعني دفع الحق وعدم قبوله، وغمط الناس يعني تنقص الناس، هذا الكبر. أما التجمل هذا مطلوب، التجمل مطلوب، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. يقول هناك من يحتفلون بأعياد ميلاد أبنائهم ويحتجون بفتوى لأحد الدعاة المعروفين، فهل تبرأ ذمتهم بهذا الاحتفال؟ الفتوى لا تقبل إلا بدليل، فما هو دليل هذا المفتي على أنه يجوز الاحتفال بمولد الابن أو البنت؟ ما هو الدليل على هذا؟ لا دليل عنده. عليهم يشكر الله على ولادة المولود، وأيضا يعمل السنن، يعمل السنن مع المولود، أولا أنه يعق عنه ينبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات واحدة، ثانيا يختار له الاسم الحسن، اختار له الاسم الطيب، وثالثا أنه يختنه، لأن الختان من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يختنه وعليه أن يربيه وأن يأمره بالصلاة بسبع يضربه عليها لعشر. نعم. أما الاحتفال هذا لا أصل له ولا يستفيد منه لا الوالد ولا الابن. نعم. يقول إذا أحرمت ودخل وقت الظهر هل يجوز أن أؤخر الظهر لأصليه مع العصر حتى أصلي في الحرم لأجل الفضل والزيادة؟ إذا أحرمت ففي وقت الظهر هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الظهر وأصليها مع العصر في الحرم لأكسب الأجر والزيادة؟ لا يا أخي، بادر بالصلاة، ما الذي يشعرونك وما يعرونك عارض ولا تمكن من الصلاة، فما دام الله مكنك من الصلاة وفي أول وقتها أيضا أفضل، صل الظهر واجمع معها العصر، هذا أفضل من التأخير. نعم. ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ لا بأس بذلك، الله أباح تحلي للنساء مطلقة ولم يقيده، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيرهم، يعني النساء أنها محتاجة للحلية، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم المحلق وغيره، كانت النساء في عهد الرسول يلبسن الخواتم وهي محلقة، الخواتم محلقة، القلائد معلقة، فلا دليل مع من يمنع الذهب المحلق. نعم.
هل يجوز الأخذ من شعر الخدين إذا كان كثيفا؟ اللي على العوارض لا، لأنه من اللحية. اللي على العوارض لا، لا يخل منه شيء لأنه من اللحية، وما عداه لا بأس، خصوصا إذا كان يتأذى به وهو ليس على العارضين ولا على الذقن لا بأس. نعم. هل يجوز أن نشتري ألعاب لأطفالنا التي على شكل دمية لغرض اللعب؟ ما كان على صورة لا يجوز شراؤه للأطفال، لا يربى الأطفال على الصور. نعم. يقول هل يجوز إدخال الناس في مغسلة الموتى بعد غسل الميت من باب الاعتبار بشكل جماعي؟ هذا ما ورد، هذا ما ورد. الناس يسمعون ويشوفون الميت ويغسل الميت، يستر يستر ويعمل معه ما أوجب الله من تغسيله وتكفينه، ولا يتولاه إلا الثقات من الرجال. فإذا كفن فإنه يوضع للصلاة في المسجد أو في المقبرة صلى عليه. نعم. يقول في رمضان هل الأفضل أن أحفظ سورة البقرة وآل عمران أو أختم القرآن؟ كله خير إن شاء الله، كله خير. إن شئت تشتغل بالحفظ وإن شئت تشتغل بالتلاوة بدون حفظ كله خير. نعم. لماذا تنصحونني أعمل هل أعمل محاسبا في مطعم يبيعون الدجاج الفرنسي والبرازيلي؟ الذي تعلم أنه حرام لا تشتغل به، الذي تعلم أنه حرام لا تشتغل به، والذي لا تعلم وهو من ما يكون في بلاد المسلمين يتداوله المسلمون الأصل بهم الحلال. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز إرسال رسائل جوال لصلاة الجنازة وكتابة اسم الميت عليها؟ لا بأس بالإعلام، بل يشرع ويستحب الإعلام بموت الميت نجد الدعاء له والصلاة عليه. قد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي رحمه الله لما مات في أرض الحبشة، أخبر أصحابه بموته وخرج هو وأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب. فالإعلام بموت الميت يجب الصلاة عليه والدعاء له، وأيضا إذا كان لأحد عليه دين أو حق يذهب لاستيفاء حقه. نعم. يقول ما هو واجب المسلم نحو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وما حكم الذين ينتقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أصول عقيدة المسلمين وأهل السنة والجماعة احترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته، يحترمهم ويقدرهم ويجلهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو واجب واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات وأقاربه من المسلمين والمؤمنين. نعم. هل يجوز إغلاق الأنوار في المساجد في صلاة التراويح من أجل تحقيق الخشوع؟ لا، هذه بدعة، ما تغلق الأنوار في المساجد صلاة التراويح، لأن الناس بحاجة إلى الأنوار، وهذه بدعة ولا تجوز، وربما يكون هذا من فعل الصوفية. نعم. يقول أعمل في دولة كافرة ونجبر على العمل في أوقات صلاة الجمعة مرتين في الشهر، فما حكم هذه الأجرة التي أتقاضاها؟ إذا كنت محتاجا إلى الأجرة، محتاج فقير وتحتاج إلى العمل، فلا بأس أن تشتغل لأجل تحصيل ما تقتات به أنت وأولادك، وتكون معذورا لفرض صلاة الجمعة. نعم. يقول والد صديقي لديه محل تجاري ولا يخرج الزكاة ويحلف كذبا من أجل أن يبيع السلعة،
فما حكم المال الذي يكسبه من هذه التجارة؟ يا أخي هذا يختص به هو، أما أنت عليك أن تنصحه، إذا رأيت عليه شيئا من ما لا يجوز عليك أن تنصحه، أما أن تنقل حالة للناس وتسحبها لا يجوز. نعم. ما حكم مشروبات تشبه الخمر في المذاق والشكل واللون؟ مشروبات تشبه الخمر في المذاق والشكل واللون لكنها بدون كحول. ما لا يسكر لا بأس به، الأصل الكل في الطعام والشراب إلا المسكر هذا لا يجوز. نعم. يقول هل الحج يكفر كبائر الذنوب؟ الأدلة الكبيرة تدل على أن التكفير خاص بالسرائر، خاص بالسرائر. بعض العلماء يقول يكفر حتى الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج على البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا عام بالكبائر والسرائر والله أعلم. نعم. ما حكم تربية الحمام للتجارة؟ لا بأس للبيع والشراء، ما في بأس، إنما تربية الحمام للعب بها هذا لا يجوز، أو القمار عليها والمقامرة عليها والمسابقة عليها هذا لا يجوز. نعم.